الخطوة الأولى هو عودة العراق إلى الحضن العربي كي يلعب دورا رائدا في مجال العلاقات الدولية والتنسيق مع الجارة إيران والبلدان العربية الكريمة. وبالتالي يبدو أن هنالك رغبة حقيقية للعربية والسعودية وأيضا الجارة الأردن وكذلك الجمهورية العربية المصرية، وتحديدا الجمهورية العربية المصرية لديها غايات ولديها رغبات بتبرير بعض الغايات العراقية أو بعض الطلبات العراقية، لأنه لديها مصالح مشتركة مع العراق والوضع الاقتصادي فيه مستوحش نوعا ما، وتحاول إيجاد طرق لإيجاد موارد مالية تحقيق الرفاهية للشعب المصري، وهذا حق طبعا. وبالتالي العلاقة مع العراق والعلاقة مع إيران من خلال العراق، وأيضا عودة العربية السعودية للحوار مع الجارة إيران، وكذلك ربما يكون هناك علاقات مع المملكة الهاشمية العربية مع الجارة إيران، على اعتبار أن هناك خط أيضا وهناك مصلحة بين العراق والجارة إيران بخصوص خط النفط الذي يراد أن ينشأ بين العقبة والبصرة. وبالتالي هي المصالح اليوم التي تحدد العلاقات بين الشعوب، المصالح هي أساس العلاقات، لأنه العلاقات المبنية على أسس مصلحية وعلى فائدة أعتقد ستكون دوامها أطول ولديها مسافات طويلة، وربما تقرب الشعوب أو فيما بينها. الذي يحكم الشعوب الآن هي المصالح، وهنالك قاعدة في السياسة تقول أنه لا عدو دائم ولا حليف دائم، بل هنالك مصالح دائمة. إذن المصالح هي أسس العلاقات بين الشعوب. واليوم أيضا الشعب العراقي محتاج أن ينفتح على بلدان العالم، لأنه ربما يكون لدينا طموح، وربما الحكومة العراقية أيضا بطريقة أخرى تحاول تقليد بعض الدول للرفاهية في مجال العلاقات مع الدول وكذلك الرفاهية الشعب العراقي.